قام بها أبناء شعبنا هنا في قطاعنا الحبيب وفي الضفة وفي القدس، وهي وزارة الداخلية، وهي جزء أصيل من هذا الشعب، تنتمي لهوية فلسطين، تنتمي لهوية الأقصى. يعبر أبناء وزارة الداخلية عن وقوفهم ودعمهم لأهلنا في القدس ودعمهم لحقنا في أقصانا الحبيب. فلا إجراءات العدو ولا صمت العرب والمسلمين سيعطي هذا المشروع وهذا الإجراء النجاح. ونحن في وزارة الداخلية إذ نعرب عن إنكارنا واستهجاننا وشجبنا ووقوفنا في وجه هذا المشروع